عايز اسالك برضو على من ضمن الحاجات اللي كانت شويه ملفته للنظر قرار الكاف الاخير بان وجود يعني مجرد وجود 11 لاعب مسحتهم يعني سلبيه ده كفيل بان هم يلعبوا انت شايف القرار ده ايه؟ اكيد قرار صعب طبعا ولكن زي ما قلنا كنا بندردش هو عايز يسيطر على البطوله فكره ان انت لو سمحت بتاجيل مباراه واحده لاي ظرف هتكر ممكن وراهم مباريات فبالتالي البطوله هتبوظ هو مرتبط ان هو لازم يوم 6 فبراير يكون مخلص فلو نرجع شويه فلو تفتكر الازمه بتاعت منتخب الشباب كابتن ربيع ياسين لما سافر بطوله شمال افريقيا وكان المنتخب وقتها القايمه فيها مشاكل ومش قادرين يجمعوا كان وقتها بيتقال ان لازم يبقى 14 لاعب سليم في القايمه منهم حارس مرمى عشان خاطر المباراه تتلعب لو ما فيش العدد ده آه المباراه تبقى خساره 2 0 فهم دلوقتي يسهلوها لو انت عندك اي 11 هيلبسوا تيشرت المنتخب بتاعك حتى لو فهمش جون يعني لو مفيش فيش حار... كان قبل كده يقول لك الشرط ان يبقى في حارس مرمى ترجع بلدي الكلام ده غريب ما... شوي. عشان يقول لك ايه انت لو انت مش عايز تلعب بالنظام ده انت خسران 2-0 يعني ما يديك اوبشن اخر اوبشن اللي هو ايه آه ما عندكش حارس مرمى اللعيب لبسه وهم طيب اضطروا لحاجه زي كده في ظل اجواء كورونا وما هم كورونا. ممكن يضطروا لان زي ما قلت حضرتك دلوقتي المغرب احنا بنسمع ان في 15 اصابه بكورونا طب طب 15 اصابه ده تقريبا لو بنتكلم القايمه 25 يعني هو بقي له آه قد ايه لو 28 وعشرين يعني بقي له عدد قليل طبع. فلو حد زياد ممكن يلاقي قايمته كلها بقت 13 لعيب ما فيهمش حارس حراس حراس المرمى كلهم مصابين بكورونا وارد طبعا لو هو عايز يلعب يبقى هيشوف لاعب عنده يلبسوا لبس الجول كيبر جول جواد تيجي على قد هو ماشي حاله يا اما خلاص يستسلم الامر الواقع وما يروحش الملعب طب هو تنسل. اللي حاصل ده حتى يعني بعيد حتى عن امم افريقيا يعني حتى انفنتينو رئيس الفيفا فكرة أنه برضو ودي من ضمن المآخذ اللي الناس ابتدت تتكلم عنها وبصوت مسموع في الفترة الأخيرة فكرة أنه هو مش همه بقى حاجة وكل اللي يهمه زيادة الأرباح والمشاركات وعايز عدد المنتخبات المشاركة في المونديال وفي أمم أوروبا أو أفريقيا تزيد عايز يعمل كاس العالم كل سنتين في ناس بتقولك الكلام ده مش وقته خالص في ظل كورونا وانتوا شايفين الدنيا حصل فيها إيه <applause> طبعا الموضوع صعب يعني دلوقتي اي زياده في البطولات الانديه بتعاني اللعيبه نفسهم تعبانين الامور صعبه فالنهارده زي ما قلنا يعني في بعض في المسابقات الاوروبيه يعني انجلترا مش قادره توقف الدوري لكن هي بتاجل بعض الماتشات حسب الظروف المانيا قالت خلاص نكمل من غير جمهور عشان وجع الدماغ اسبانيا قللت الاعداد الجماهير ولكن ما حدش قادر يلغي عشان الاقتصاديات ما تن يعني اقتصاد الكوره ما تنهارش زي لان هم بيعانوا الانديه دي بتعاني فالنهارده الكاف هو عايز يعمل ايه احنا بديك كل الحلول الممكنه عشان لو جت خلاص مفيش امل بقى انت خسران 2-0 يبقى انا اديتك كل الأوبشار. الأوبشار. لان في اوروبا للامانه في مباريات في بطولات اوروبيه كتير تم الغائها بسبب عدم قدره الفريق أنه هو يسافر بسبب سواء اجراءات الحظر في بلده او فريق عنده عدد من اصابات يعني توتنهام في دوري المؤتمر الاوروبي خسر مباراه 3-0 عشان عنده إصابات كورونا وما لعبش طب. فما بقاش فيه أنه هو ايه مش كل حاجه هتبقى تاجيل لا احنا فيه, فيه في اوقات مفيش تأجيل، لأن فريقك خسران لأن إحنا قلنا إن في إجراءات كذا فطالما أنت عندك إصابات ده واضح إن فريقك غير ملتزم بإجراءات معينة مفيش تطعيمات ف... بيحاولوا ان هم يجيبوا اي لوائح او اي حاجه ان الامور نمشيها فالنهارده هي ده اجراء زي ده هو الكاف يعني مضطر هم عايزين يمشوها ولو بالعافيه حبا في الرياضه نفسها ولا حبا في الاموال والرعاه يعني والاعلانات والامانة الامانه الامانه الكاميرون صرفت قد ايه؟ الكاف صرف قد ايه؟ ما دي كلها ملايين النهارده انت هتلغي بطوله مش في رعاه وفي مستفيدين وفي ناس ما في ناس هتخسر كتير فهي هي معادله لازم نحط الجانب الاقتصادي والجانب الانساني طبعا. ولكن في بعض الاوقات يعني زي في 2020 كان صعب ان انت في بدايه ظهور الكورونا بهذا الشكل ان انت كنت تكمل في وقت معين ولكن طبعا. لما الامور استقرت تماما م. بالنسبه لوجهه النظر الصحيه رجعت المسابقات واستكملت اللي تم الغائه مسابقات قليله جدا على مستوى العالم اللي تم الغائها وهتلاقيها غير مؤثره اقتصادية بشكل كبير. ولكن كل البطولات الكبيره اللي هي اقتصادياتها كبيره الاولمبيات في زي الاولمبيات اتلعبت اتاجلت بس هتتلعب ما نقدرش نلغي كاس العالم كاس عفوا اليورو كوبا امريكا فالدوري الانجليزي كله ف هنتعايش يعني هنتعايش ولكن اللوائح هي كل واحد بقى وهنقول ايه ده القدر بقى كل واحد وحظه طبعا.